تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حامد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، اختتمت منظمة إنجاز العرب مساء أمس الدورة العاشرة من مسابقة إنجاز العرب السنوية للشباب رائدي الأعمال في جزيرة أمواج المسابقة، التي ضمت 20 فريقا مكونا من رواد الأعمال الشباب من مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنافسوا على الفوز بلقب أفضل شركة طلابية للعام جامعات وأفضل شركة طلابية للعام مدارس ثانوية، إضافة إلى 7 جوائز أخرى. وتم الإعلان عن أسماء الفرق الفائزة في دورة هذا العام مساء أمس خلال حفل مميز عقد بحضور أكثر من 400 ضيف، من بينهم سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة، وقد فاز بجائزة أفضل شركة طلابية للعام جامعات فريق وتد من المملكة العربية السعودية، أما فريق روشينا من مملكة البحرين فحصل على جائزة أفضل شركة طلابية للعام مدارس ثانوية. وفاز بجائزة أفضل منتج عن فئة الجامعات وفئة المدارس فريق أكويفيا من المغرب وفريق وسيلة من مصر على التوالي، كما تم توزيع عدد من الجوائز الأخرى لفائزين عن فئات مختلفة، منها جائزة أفضل شركة ذات أثر اجتماعي والتي حصل عليها فريق جرو من الجزائر عن فئة الجامعات، وفريق جدمير من تونس عن فئة المدارس، وفاز فريق بلورا عن سلطنة عمان بجائزة فيديكس أكسس 2016. أما جائزة خدمة العملاء المتميزة والمقدمة من مؤسسة سيتي فقد ذهبت أيضا إلى فريق روشينا من مملكة البحرين، بينما ذهبت جائزة أفضل إعلان تلفزيوني في العام 2016 المقدمة من MBC الإملائي فريق وتد من المملكة العربية السعودية. وتعليقا على نجاح المسابقة قالت الرئيس التنفيذي لإنجاز البحرين سمو الشيخ حصة بنت خليفة آل خليفة: نعتز بشدة بجميع طلابنا المشاركين من مختلف أرجاء المنطقة الذين عملوا بجد وأظهروا تفانيهم وإبداعهم في تبني مفاهيم تجارية وتطبيقها في الحياة الواقعية، فبفضل الجهود التي بذلوها على مدار الشهور الستة الماضية تمكنوا من اجتياز شوط طويل ومن إثبات قدراتهم من خلال ما قدموه من مشاريع، ونفتخر على وجه الخصوص بمملكة البحرين التي تمكنت من استضافة المسابقة لأول مرة هذا العام والذي يصادف الذكرى العاشرة لانطلاقها. لقد قامت مسابقة برنامج الشركات الوطنية من إنجاز العرب برفع مستوى معاييرها للمشاريع المشاركة في مسابقة العام المقبل، وبالتالي فنحن متحمسون لرؤية ما يحمله المستقبل للطلاب المشاركين مع إنجاز. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين الدكتور عبد الرحمن جواهري: لقد كانت تجربة مميزة بالنسبة لي أن أشاهد هؤلاء الطلاب الشباب وهم يقدمون منتجاتهم ومقترحات أعمالهم المبتكرة، لقد تميزت مملكة البحرين في استضافتها لمثل هذا الحدث الرائع في المنطقة.